شرح سريع مقطع موجود في اليوتيوب، طبعا مقطع قصير، طبعا هي مقاطع كثيرة جدا مرتبطة بنفس الموضوع هذا أو الشروحات هذه. اكتب باليوتيوب أحمد الحقيل التحكم بالخيل وكسب ثقتها. الفكرة المقاطع هذه هي إظهار قدرتك على التحكم بالحصان حتى عند الخوف. يعني في فرق بأنك تعود الحصان على شيء مخيف تدريجيا ثم توري الشخص المحصلة النهائية عقب ما تعود الحصان على شيء مخيف، وبين أنك توري الشخص تحكمك بالحصان أثناء خوفه من الشيء. يعني صادف أنك كان خايف من كرتون، حطت الكاميرا صورت مقطع مباشر أن الحصان يعني خايف من الشيء وتتحكم فيه أثناء خوفه. وهذه النقطة مهمة جدا، خوف الحصان وتحكمك فيه أثناء الخوف يختلف جذريا عن حصان تعود على شيء مخيف تدريجيا مع الوقت مع التدريب. طبعا أغلب الخيل مدربة تدريب صحيح على الشيء المخيف، عدم خوفها عادة سابح حسن تدريبها لا شك فيه، يعني مو فقط هدوءها، مدربة زين لا شك فيها. ولكن في فرق بين طريقة صحيحة وطريقة أصح. أغلب طرق الركوب الصحيحة الحصان مع الوقت يتعود على الشيء المخيف ويزول الخوف، وبعد ما يزول الخوف يقل انطلاق الحصان، خلينا نقول ما ينطلق الحصان، لكن بمجرد أنه يخاف مرة ثانية يتفلت وينطلق. فالطريقة هذه أنت تبغى الحصان يعرف أنه حتى لو خاف ما ينطلق، يعني مو بأحاول أهديك وخلي ساب الخوف يروح ثم الخوف يروح مما يؤدي التحكم، لا، حتى لو خفت أتحكم فيك، حتى أثناء خوفك ومحاولتك الهروب أتحكم فيك. هذا قبل الركوب العربي القديم أثناء الحروب القتال وغيره، أنه باختصار الحصان أثناء المعركة خايف وقلق لأن في شيء يؤذيه أصلا زي السيف والرمح وغيره. فبالنهاية مو بس خايف، خايف وعنده ساب للخوف وما ذلك الفارس يتحكم فيه. فهنا تحكم حقيقي يختلف عن التدريب التدريجي. الآن قام تشغل المقطع، تخيل إن واحد قال لك الشيء ده، قام تشوف، يعني قام تشوف المقطع، تخيل إن شخص قال لك والله كرتون مكيف أو كرتون ثلاجة الحصان خايف منه، بتوجه الحصان عليه وتفعل الأمور اللي بتشوفها الآن. عادة يكون في بالك إن الشيء صعب جدا لدرجة إنه ممكن يكون مستحيل، لكن عقب ما تشوفه ويبدو سهل بسبب حسن تدريب الحصان تتحقر الشيء أو تستسهل الشيء لأن ما يبدو صعب. لكن إذا بغيت تعرف مدى صعوبة الشيء تخيل حصوله قبل أن تراه، ستجد أن الشبه مستحيل في 90% من الحالات تقريبا، وعقب ما تشوفه يبدو سهل جدا تستسخفه أو تستسهله. عشان تعرف مدى صعوبة الشيء هذا جرب ربع هذا الاختبار مع حصان مدرب غلط، يعني جرب فعل نفس الشيء اللي بتشوفه الآن مو مع كرتون ثلاجة أو كرتون مكيف، مع كيس عادي، وشو الفرق؟ عشان تحكم على مدى صعوبة الشيء لازم تعرف وش كان ممكن يصير لو كان الحصان في نفس اللحظة دي مدرب غلط. طبعا بدون سرج، بدون مهماز، بدون عصا، بدون صدارة، حصان عربي أقرب الخوف والقلق والحرارة من غيره. يعني لو كان حصان ثاني ممكن حتى يكون أسهل الموضوع لأن هذا فيه خوف أكثر من غيره. ومع ذلك لاحظ سهولة التوقيف، سهولة الترجيع وراء، سهولة وسلاسة التوجيه وخفة التوجيه أو خفة رقبة الحصان أثناء التوجيه، والقدرة على التحكم فيه أثناء لحظة خوفه، عدم الانطلاق، عدم التشنيع، عدم القمص، عدم التفلت، عدم رفض الحركة باتجاه الشيء المخيف. طبعا أغلب المقاطع زي ما قلنا ما يكون يعني معدلة سابقا، صادف أنه كان خايف من الشيء وكان الجوال معي فصورت لا أكثر ولا أقل، لكن هي فقط فكرة تحاول توضحها أن الحصان خايف من شيء معين كيف تروح له وتحركه. يعني لما تشيل كرتون بالشكل هذا مع حصان الأدوات وخايف منهم وذلك ما يسوي شيء، هنا الصعوبة حد ذاتها، تسهيل الصعب هو الصعوبة حد ذاتها. طبعا ركز بالفكرة هنا زي ما قلنا التحكم أثناء الخوف وغيره، دام قادر على التحكم بالحصان في اختبار زي هذا بدون طبعا أدوات بدون أشياء، شلون لو ركبت بسيرج وركبت بصدارة وشغلت حصان لنشات وحصان دم بارد ما يخاف مكان مغلق إلى آخره، بيصير الموضوع أسهل بمراحل. اثنين، إذا قدرت تتحكم بالحصان في أوضاع زي هذه، إذا 100% من الأشياء اللي مرت عليك في الخيل يعني توهقت، خلينا نقول طيحات، قمصات، انطلاقات إلى آخره، لن تكون بالشكل اللي كانت فيه. لما أقول لن تكون بالشكل اللي كانت فيه أقصد باختصار الحصان تضايق من السرج والقمص وطيحنك، الحصان كان متحمس وراغ عن البدوك وطيحنك، الحصان شاف خيل وشنع وطيحني. هذه عبارة عن أشياء تافهة جدا وما ذاك الحصان سوى الشيء ذا وحاول يطيحك. لو وصلت بسبب طريقة الركوب لمرحلة التحكم في وضع صعب جدا زي كذا، جميع الأمور دي تصبح تافهة. يعني الشخص اللي خلينا نقول يفوز في اللعبة مستوى صعوبة متقدم جدا أو صعب جدا، طبيعي لما تعطيه مستوى سهولة متوسط أو عادي يحقق نتيجة أفضل لا أكثر ولا أقل.
هذا المقصد، إن قد يكون الشخص مو بحاجة التحكم للدرجة هذه، لكن أي شخص يتمنى التحكم بالحصان للدرجة هذه إنه باختصار بتنحل جميع مشاكل أخرى. فالفكرة مو بأنك تعود الحصان على شيء مخيف، كرتون، كيس، شراع إلى آخره. الفكرة إنك تعلم حصانك حتى لو خفت أتحكم فيك، لأنه حصل الشيء ذا بالضبط بالفعل معناتها جميع مشاكلك مع الخيل ستنحل بأمر الله. هاي الفكرة أساسية من التحكم وكسب الثقة، وليس التدريب. وليس التدريب فقط، أو خلينا نقول كسب الثقة الحصان تدريجيا. ففي فرق بين التحكم وكسب الثقة وبين تدريب الحصان وتعويده على الأشياء المخيف تدريجيا. الآن حاول إن حصل لك مقاطع أخرى خيام مدربة غلط في حالات مقاربة للشيء ده، طبعا ما راح تشوف شيء زي كذا، صعب جدا، لكن شوف لك مثلا حصان خايف أو جافل من شيء بسيط، وشوف الحصان شو يسوي أثناء الجفلة رغم إنه مركوب سرج ومركوب صدارة ودم بارد ومكان مغلق ولنشات وتتعيب وعصا ومهماز إلى آخره، ومع ذلك ما يعطيك ربع هذا التحكم، والسبب سوء التدريب والركوب وليس الحصان نفسه. ودين نفس الحصان لو تم تدريبه تدريب صحيح يعطيك نفس النتيجة هذه، والنفس الحصان مثلا هذا لو دربته خطأ مع الوقت يختلف اختلاف تدريب، والنفس النتيجة هذه تحققها مع جميع الخيب بدون استثناء ليس الحصان ذا فقط. مقاطع طبعا كثير موجودة في القناة في اليوتيوب، ومن ضمنها طبعا مقاطع نفس النتيجة هذه برشمة فقط، حتى بالحبل على الرشمة، يعني مو بالسكينة أثناء الركوب، حتى في الجود بالرشمة فقط تحصل على نفس هذه النتيجة بأمر الله. بعض المقاطع حتى اللغة الجسد يعني بدوك فقط. النقطة الأخيرة وهي الأهم، لما تصل لهذه المرحلة من التحكم، خلينا نقول هاي درجتك أو هذه نتيجتك أو هذا تقديرك، يستحيل تقبل بأي طريقة أو أسلوب آخر إن لم تكن هذه الطريقة أو هذا الأسلوب الآخر يحصل على نتيجة أفضل من هذه النتيجة. ما تبغى نتيجة مقاربة، تبغى نتيجة أفضل عشان تترك هذه النتيجة أو هذه الطريقة وتذهب إلى طريقة أخرى أفضل. إذا كان جميع الطرق الأخرى حتى الصحيح منها ما تستطيع الحصول على 50% من هذه النتيجة في هذه الحالة، نعم في كثير من الطرق الأخرى الصحيحة الأخرى أفضل من الطريقة هذه في أمور أخرى مجالات أخرى، لكن في هذا المجال في هذا التخصص في هذه الحالة ما تحصل على 50% من التحكم اللي أنت تحكمت فيه هنا. كيف تغير الطريقة لطريقة أخرى أقل منها؟ ببساطة مستحيل. فلن تقبل بالتغيير من شيء جيد إلى شيء أسوأ منه. إذا كان في شيء أفضل لا يمنع، لكن لا يوجد شيء أفضل في هذه الحالة. فنعم الركوب الصحيح والتدريب الصحيح يؤدي إلى التحكم التام بدون سرج بدون مهماز بدون عصب بدون صدارة مكان مفتوح حصان عربي تشيل كرتون مكيف أو ثلاجة. حصان مدرب غلط أو طرق الركوب الخاطئة سرج صدارة لنشات عصا مكان مغلق حصان دم بارد ما يخاف، مع ذلك لو تحرك ثوبك أو ملابسك فقط بسبب الهواء تحرك بسيط الحصان يقمص ينطلق يطيح من ظهره. الفرق شاسع هائل، وكله بأمر الله بسبب طريقة الركوب الصحيحة وليس الحصان نفسه. والله أنا مصاب.